عشان ان شاء الله الكابتن بتاعنا بيبقى مبسوط بينا، واللي هو بيعلمنا حاجات كويسه جدا، فاحنا نتعلم منها. ولازم لازم كل حاجه بنقول عليه لازم نسمع كلامه، ولما احنا بنسمع كلامه بنجيب جوان، وبنعمل كل حاجه، بنعمل كل حاجه من الملعب. فان شاء الله ان شاء الله الماتش ده فوز. طبعا كنا بنتمرن جامد جدا عشان نكسب طبعا وناخد المركز الاول على الدوري. كان كابتن اسلام عامل معانا جهد كبير، كابتن علي كمان، كابتن رامي عبد الحفيظ عامل معانا جهد، وكنا طبعا كلنا رجاله والاهلي دايما هو فوق الجميع. وان شاء الله احنا بتوع الدوري، وان شاء الله ناخد هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري. اتدربنا جامد جدا عشان نحضر احلى تجوان، ونفذنا كلام الكابتن، وبناكل كويس وننام كويس، وان شاء الله احنا المركز الاول والاهلي فوق الجميع. اتحضرنا بتدريبات جامده بفضل الكابتن اسلام والكابتن علي، واتدربنا وعملنا خطط، واحنا المركز الاول دلوقتي، وان شاء الله ناخد الدوري. احمد، انت بتلعب ايه مركزك، وعايز تبقى زي مين في الاهلي؟ قلب دفاع، وعايز اكون زي مثلا محمد عبد المنعم. الكابتن بتاعي بتاع الاكاديميه هو اللي قال لي تعالى يا محمود هتروح نادي الاهلي وهتروح دوري، وكابتن فوزي حضرني ورحت الدوري. طبعا قبل اي ماتش وكل تمرين بحفظنا ونعمل جمل، وقبل المحرر اللي قبل الماتش بيتكلم معانا على الاخطاء والكور العاليه، وما تطبش قبل المدافع، وبحضر لكل واحد حاجه. انا الحمد لله كنت في الاكاديميه وجيت لعبت ماتش هنا، والحمد لله اختارني كابتن محمود وكابتن هاني، وبعدها في كابتن من قطاع الف جه اختبرني والحمد لله قبلني، والحمد لله يعني معايا مهوت ومعايا اللبس يعني الحمد لله، وانا مبسوط هناك. والكوتش يعني عندنا زي كابتن عاصم وكابتن ابراهيم عبد العزيز هم اللي ماسكني وبيدينا كل التعليمات، وهنا برضو كل حاجه حلوه. اهم التعليمات اللي بيديها لي الكابتن لازم ما بقاش خايف، ولازم اكون هادي في الملعب، ولازم يبقى عندي شخصيه. انا ده كله اتعلمته لما رحت الاكاديميه نادي الاهلي فرع شبين بقياده كابتن احمد نخله وكابتن حازم.